شكل البريم تراولونج اكس راي سبيكتروم زي ما احنا كنا اتكلمنا عليه دلوقتي، هو شكله حاجه بالشكل ده كده، شكلها كونتينوس. الشكل دوت ما هوش ثابت، الشكل ده بيعتمد على عوامل كتيره جدا. شكله الشكل نفسه بتاع الكيرف دوت، شكل البيك نفسها فين، وشكله هو فين من ناحيه علاقته بالانرجي اكسس، بيعتمد على عوامل كتيره جدا. بدايه الانرجي او البيسك، لو احنا بنتكلم على الماكسيمم بتاع الكيرف دوت، او هو نفسه يعني اذا اتحرك ناحيه اليمين هنا كده، معناه ان هو بيكفر يعني رينج اوف انرجيز اكبر، فكده بنسميه ان الكواليتي بتاعته بقت اعلى. الكواليتي عامه في الاكس راي بيم بنتكلم عليها ان هي البنتريشن باور. كل ما كان الانرجي بتاعت الاكس راي بيم كانت اكتر، كل ما كان يقدر ان هو يعمل بنتريشن لمسافات اكبر داخل البيشنت او داخل الحاجه اللي احنا بنصورها عموما. فبالتالي بنتكلم على الكواليتي بتعتمد على البوزيشن بتاع الكيرف دوت على الانرجي اكسس. كل ما كان ناحيه اليمين كل ما كان بنعتبر ان الكواليتي بتاعته اعلى. الحاجة الثانية هي الكوانتيتي. الكوانتيتي هي عبارة عن التوتال نمبر اوف اكس راي فوتونز اللي بتستعمل. دي بتبقى في الاخر كورسبوندنج زي الانتنسي بتاعت الاضاءة كده مثلا، يعني كل ما كان عندنا اضاءة اقوى كل ما عندنا عدد فوتونز اكتر. احنا بنتكلم هنا في الاكس رايز عندنا عدد الاكس راي فوتونز هو اللي بيدينا الانتنسي بتاعت الصورة بتطلع عاملة ازاي. الانتنسي بتعتمد بيسكلي على الانتجريشن او الاري اندر ذا كيرف اوف الايه السبيكتروم بريم سترالونج اكس راي سبيكتروم. فبيسكلي كل ما الكيرف ده كل ما كان اعلى، كل ما كان الانتجريشن او عدد الفوتونز بتاعت الاكس راي اللي هي بتبقى موجوده فيه بتبقى اكبر، وبالتالي طبعا بيدينا انتنسيتي للتصوير بتبقى اعلى. في عندنا عوامل كتيره الحقيقه بتعمل الكلام ده، يعني بتاثر في الاثنين، زي التيوب كارنت، زي التيوب فولتج، زي لو احنا عملنا ادد فلتريشن، زي نوع التارجت ماتيريال، زي الوولد فولتج ويف فورم اللي بنستعملها علشان نعمل بيها جنريشن الاكس رايز. وطبعا كل واحده من الحاجات دي الحقيقه لها تاثير في الكوانتيتي وفي الكواليتي. يعني على سبيل المثال بنتكلم مثلا على الكرنت، لو احنا بنتكلم على التيوب كرنت بنتكلم ان هو بيزود الكوانتيتي ما بيغيرش في الكواليتي. الفولتج بيخلي الكوانتيتي والكواليتي بيعلو. الفلتريشن بيعمل ديكريز الكوانتيتي وبينكريز الكواليتي. التارجت يعني ماتيريال كل طبعا ما زودنا الاتوميك نمبر بتاعها كل ما حصل انكريز ان كوانتيتي اند كواليتي. بنتكلم على الفولتج نفسه اللي احنا بنحطه، طبعا هنتكلم على الكلام التفاصيل في الاكس راي سيستم نفسه شكله بيتعمل ازاي. بيعمل ديكريز الكوانتيتي والكواليتي، كل ما كان عندنا ريبلز اكتر كل ما عندنا الكوانتيتي والكواليتي بيبقوا اقل. هنتكلم على كل واحدة من الفاكتورز دي بالتفاصيل.